إذا هن ربحوا نحن منخسر، هيدا أمر طبيعي مش ممكن الواحد يجادل فيه. منخسر خسارة كبيرة. ما هن إذا خسروا ما بيخلوا حدا يربح، فكيف بالأحرى إذا ربحوا؟ ثم إنه أصلاً في ضياع بين شو يعني ربح وشو يعني خسارة، مش واضحة. بالنسبة إلهم فيك تكون خسران وشبعان خسارة بس ربحان. مهم، كنت عم بقول إنه إذا هن ربحوا نحن منخسر، صح؟ إيه، بس إذا نحن ربحنا ما حدا بيخسر، تنيناتنا منربح وأولهم أنت.